بسم الله الرحمن الرحيم، نيابة عن الدكتور خالد ميرا وشركة المدن المتطورة. اليوم التقينا بمكتب التنفيذي لاتحاد الجاليات وبحضور مميز جدا، وكان الحضور مثمر والاجتماع مثمر، وبإذن الله بإذن الله سنشاهد كل ما تم نقاشه على أرض الواقع في الأيام القادمة من عمل رياضي اجتماعي ثقافي تعليمي. شكر موصول لكل الجاليات اللي حضرت اليوم، وأيضا دكتور خالد ميرا يعد الجميع بتصحيح كل الأمور لأبناء الجاليات المقيمة بمكة اليوم. شكرا لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر الدكتور خالد عبد القادر على هذا الاستقبال حقيقة وحفاوة وهذا التكريم، وأشكره وإن شاء الله بداية طيبة، إن شاء الله هذا يكون بداية تعامل معه إن شاء الله، ونشكر الجميع من حضروا وساهم في هذا الاجتماع. حقيقة كان اجتماع كان مثمر وناجح جدا، وإن شاء الله أشكر الجميع الحاضرين إن شاء الله.